عندي حملات زي حملة علشان تبنيها، هذه الحملة اللي وصل إلى 3,077,000 استمارة في جميع المحافظات حتى الآن. الحملة أعلنت عن وصولهم إلى هذا الرقم 3,077,000 استمارة، والحملة قالت خلال مؤتمر صحفي عقد الحد النهاردة بمقرها استبعاد 189,000 استمارة لعدم وضوح بياناتها. والحملة تم تأسيسها أواخر سبتمبر الماضي، يعني بقالها تقريبا شهر، والعديد من المشاهير وقعوا على هذه الوثيقة اللي بتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يستمر حتى نكمل بناء هذا الوطن. وايضا عندي حملة اخرى اسمها حملة كلنا معاك من اجل مصر، ايضا بنفس الهدف وبنفس التوجه وبنفس القوة وبنفس المفاصل موجودة، ربما على مستوى الجمهورية بتتحرك حملة عشان تبنيها وحملة كلنا معاك من اجل مصر، وهناك حملات اخرى كثيرة في الطريق بتعبر عن مين. هو احنا ما عندناش احزاب بالمناسبة، يعني ما عندناش احزاب زي الحزب الوطني بيتحرك وله وكذا وكذا، ما عندناش احزاب. رئيس بلا حزب، رئيس بلا حزب في ظهره، لكن الرئيس عنده في ظهره عنده حاضنة شعبية. الرئيس عبد الفتاح السيسي شئنا او ما بين اتفقنا ام اختلفنا، هذا الرجل الذي دخل الى مقر الحكم مدفوعا ومشفوعا ب 99% من اصوات الناخبين المصريين لاول مره ربما في تاريخ مصر، ضحى بكثير من كل هذه الاصوات لانه مؤمن تماما انه المصلح لا ينظر الى الاصوات. اللي بيختار الطريق الصعب هو عارف انه النتائج في رحم الغيب لكنه بيقبل التحدي. كان سهل جدا، كان اسهل حاجه في الدنيا اجيب قروض من بره وافرق على الناس واعمل حاجات وهميه واعمل شقق وهميه واعمل كلام وابدا في الافق، اقول للناس ان احنا خلاص وصلنا الى معدل نمو 11% والاستثمارات فظيعه وعمال اجيب قروض وادي للناس وخلصنا. لكن القرار الاصعب، القرار الاخطر، انه انا اواجه الناس واقول لهم احنا دوله تعبانه، احنا دولة فقيرة، احنا دولة بنعاني، احنا دولة عندنا مشاكل، من فضلكم من فضلكم كل واحد يشمر يبدأ يتقدم يشارك يشتغل. عندنا في منظومة دعم محتاجة يعاد النظر فيها، عندنا سعر صرف يعاد النظر فيه، عندي موازنة يعاد النظر فيها، عندي قانون عمل يعاد النظر فيه، عندي بتر لأطراف فاسدة، عندي قلب محتاج ان احنا ننظف شرايينه، عايزين نبني بلد من جديد. الراجل بدأ ويلا نشتغل، في جزء كبير تفاعل واشتغل وجزء كبير واقف بيتفرج مستني يشوف، مستني السماء تسقط عليه ثمار. السماء لا تسقط ذهبا ولا فضة، السماء بتنتظر من يعمل ثم يدعو ثم يستجاب له. احنا في ورطة تاريخية، احنا في مأزق تاريخي، احنا ما بنخوفش الناس لكن بنقول الحقائق للناس. احنا عندنا مشاكل كتير، المشاكل محتاجة كل الناس تشمر وتشتغل. احنا مش هدفنا ان احنا نقول للناس ان احنا في مأزق عشان احنا على غير الحقيقة. اللي ما بيشوفش من الغربال بيبقى اعمى، اللي مش قادر يقرأ يسمع، واللي مش قادر يسمع يشوف، واللي مش قادر يشوف ويسمع فله الله. احنا بنقول احنا البلد دي كان سهل جدا، اسهل حاجة انه اراضي الناس. بقول لك في المثل يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. احنا دلوقتي بنبكي وزعلانين والاسعار والظروف والناس تعبانه، واللي حد يبني الناس بس تعبانه جدا، الناس مش قادره تستحمل، الناس مش قادره، الناس مش قادره والبلد مش قادره. بس البلد هتقدر لان البلد بتقوم. تو البلد ما قامت يعني احنا شغالين وبنشوف قدام عينينا اللي بيتعمل في طرقه وبيتعمل في انجازاته وبيتعمل في مشروعاته وبيتعمل في مطاراته وفي تسليح. حد يقول لي انت عمال تسلح لان لو ما فيش تسليح ما فيش تعمير، لو ما فيش تسليح ما فيش مشروعات، لو ما فيش تسليح ما فيش امن، ما فيش امن ما فيش استثمار، ما فيش استثمار ما فيش شغل، ما فيش شغل ما فيش فلوس. المعادله محسوبه ومحسومه. هل نحن عندنا القدره ان احنا نعقل ونتفاعل ونتفاهم
مع ما يجري، أعتقد أنه فرض عين على الجميع أن هو يكون لديه وعي. إحنا عندنا مشكلة في الوعي، عندنا مشكلة في نقل الإشاعات، عندنا مشكلة في أن اللي بيحركنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيديرها في معظمها كتائب إخوانية وعميلة. إحنا محتاجين نفوق، محتاجين نستفيق، محتاجين نستنهض الهمم.